عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو نقول طريق عدد 3 في طرق العمل عن طريق الانترنت. كما نذكروا ساعة فيديو طريقة الأولى تعلمنا في الفيديو معنا الأول كيفاش باش نخدم عن طريق جوجل أدسنس. الفيديو الثاني تعلمنا كيفاش نخدم كيفاش نسوق معنا العمولة متاعنا، معنا كما نقولوا فار اكزومبل سيد أمازون، سيد معروف برشا. كيفاش تعمل في السكري، يعطيك الليان بتاعك وتبدا بالليان هذاك. اذا اي كليون ياخذ برودوي معين اترافي الليان بتاعك يولي السيت يعطيك عليه كوميسيون، يعطيكو 15% 20% من البرودوي اللي شراه. في الفيديو هذا مش تعلموا كيفاش نجمو نخدمو عن طريق تصنع موقع نيتش، كيف هو معناها نقولو مجال العمل بالضبط هكا نيتش. كيفاش الفكره نتاعو بالضبط؟ تصنع مدونة نتاعك ومن بعد تشهرها، لازم يولي فيها برشا ترافيك برشا عباد. المدونة نتاعك بعد ما بداو فيها برشا فيزيتور وبرشا بوني بتبيع، تاخد دومين معين باش تخدم عليه. بار اكزومبل ناخدو سبور، باش تعمل تو سكي كونسيرن سبور، السويجي تحكي لي ديتا دي فيديو كل شيء. معناها تولي في كونفيونس، بالطبيعة تهبط حاجة صحيحة كل شيء، ولي يعني برشا عباد عندك في كونفيونس. من بعد كي يكبر برشا الترافيك كما قلنا ديجا عندك ساعة ميتود أخرى، عندي انديريكت تربح فيها معناها غير الحكاية دي، انك تربط السيت الموقع بتاعك نيتش بالجوجل ادسنس معناها ترافيك لي زاتس. الميتود بعد اذا تولي عندك كونفيونس تولي تهبط انت دي برودوي نتاعك وتبيع مع السيت. كما نقولوا برودوي في سبور، انت عملت مثلا مدونة في الدومين تاع سبور تولي تبيع لي برودوي تاع سبور كل اللي يخص سبور، باسكو انا كونسير ان الدومين تاع سبور كل تولي تبيعو تصور من فلوس. هذه كانت الميثود عدد 3. ان شاء الله الفيديو القادم نحكي لكم عن الميثود عدد 4. ما تنساش اذا ماكش ابوني في الشان تعمل سبسكرايب باش توصلك نوتيفيكاسيون، ما تنساش تعمل جيم تعمل بارتاج الفيديو مع اصحابك. هذه زادة باش فيسبوك نجم زادة تعمل فيها جيم، وموجود في بزا مقالات من الباتم ريفيليان دي فيديو. إذا عندك زادة أي كومنتير ولا ميساج تنجم خلي في الباج. دونك إن شاء الله نتقابل فيديو القادم.